عشان شطانه عشان طارق حامد سهلة. وعشان بن شرقي نفس المواقف. ولا بن شرقي ولا طارق حامد الموضوع انا قعدت لغايه 23/5 وما مضيتش. كان معايا ثلاث لعيبه ابو العلا، حمد ابو العلا، عبد الواحد السيد، طارق السعيد. الثلاثه كان بيتجادلوا المفروض قبليها بست شهور اقل حاجه او سنه، ده تمام. الطبيعي تمام. نادي الزمالك طبعا حصل مواقف كتير، والكابتن فاروق جعفر كان ساعتها موجود، وبعدين المستشار مرتضى منصور كان مشغول علشان عنده انتخابات وعنده في مجلس الشعب، لقيت بيجددوا لعبد الواحد وابو العلا. طيب تمام، انا فين بقى؟ خلاص يبقى الامور واضحه. طب استنى طارق عشان نادي الزمالك، وانت في نادي الزمالك ونادي الزمالك وبتلعب لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك. استنيت، كنت ممكن امضي قبلها بست شهور. استنيت لغايه 23 ست شهور بصراحه. استنيت لماتش اهلي والزمالك وطلعت بره السكور، كان كاجودا هو اللي ماسك ماتش اهلي وزمالك، عماد متعب وابو تريكه 2-0. الكره اللي عملها عبد المنصف كده كان في نهائي قبل نهائي في الكاس، كان قبل نهائي. فبعد المباراه دي لقيت تليفون جاي لي بالليل من كابتن حسام البدري، رفع لي حواجبه في التليفون، انت فين؟ انت شفته انت هتقول لي كابتن حسام. بس ليه طلعت من السكور؟ لا حاجه فنيه الله يعني لا لا كانتش حاجه، لا كانت حاجه فنيه الله اعلم. كجوده هو اللي طلع. الله يسهل. فطلعت لقيته بيكلمني في وقت، خلي بالك التوقيت مهم قوي، انت في قمه عصبيتك وانت تطلع بره السكور. صح، جابني في الوقت الصح، تعالى لي. اجي لحضرتك فين؟ قال لي تعالى لي في مدينه نصر عند كذا. قلت هروح اقعد معاه. قال لي استنى. لقيته نازل وماسك ظرف فيه العقود، قال لي اطلع شيراتون القاهره، كابتن خطيب عاوزك. ايوه بس الكلام ده كان اكيد ليه حوارات قبل كده. لا حوار قبل كده، لكن انا ما كنتش خلاص. هو يعني كان الموضوع بالنسبه لي قلق. نادي الزمالك، تلعب في نادي الزمالك وبعد كل ده ومن كباتن النادي بعد حازم ومدحت، فالموضوع ما كانش سهل بالنسبه لي طبعا. بس جه في توقيت خلى الواحد عارف لما تكون خلاص. بس مش معناها ان كمان بقى قاعد قدام الكابتن خطيب فالموضوع تاني خالص. قال لي ايه المشكله، انت مش عايز تمضي ليه؟ قلت له مين مش عايز تمضي؟ بس قوم بعدها رحت النادي الاهلي. قلت ندمت ورجعت في كلامك. دي حقيقه يعني كلنا بنغلط. نخلينا بقى في ايه، في ندمت لا ولا لا رجعت لا في كلامك؟ لا انا رجعت في كلامي لكن ما ندمتش. شفت يا كابتن اكرم؟ ما هو اللي هيتوبك طب اهو ده انا اللي هتوبك. انت هتوبني انا. يا اصل هو قال في تصريح مهم وتقريبا تصريحين معايا، قال انا ندمت ان انا لا مش معاك نادي. مش معاك ما تقولش هيك. اللي هو اني الاولاني ولا التاني؟ لا التاني كنت معاك لكن طيب. الاولاني لا. الاولاني لا، مش لما كنا بره. لا لما كنا بره دي حاجه تانية، ان انا يعني لما كنا عملت حاجه اسخن. طيب قال صرح، قال لك انا ندمت ان انا رحت النادي الاهلي، وفجاه رجع في كلامه وقال لك انا مش ندمان ان انا رحت النادي الاهلي. فعايزين نعرف نستقر الناس الجماهير، هو ندم ولا ما ندمش؟ اتفضل. اولا بص يا كابتن، يعني عشان نتفق نختلف، انت لاعب محترف في الاخر ماشي. كل التقدير والاحترام برضو لجماهير النادي الاهلي جماهير نادي الزمالك، لكن انت تطلع تقول ندمت ديت كانت غلطه مني انا، وكان الاجواء اللي حواليا ناس يعني مسخنيني جامد يعني، وانت لازم تطلع وناس بيتكلموا لاصحاب السوق اللي حواليك مخلين عاملين بوش جامد قوي عليك. لكن في النهايه انا ما شفتش حاجه وحشه من النادي الاهلي، الناس قابلتني باحترام، رحت اشتغلت، رحت لعبت، اديت على قد ما كنت قادر، والحمد لله ربنا رزقني ببطولات، لعبت في كاس العالم في اليابان، ما حصلش حاجه. بالعكس ده انا بعد ما خلصت في النادي الاهلي وبطلت عشان الاصابه، عرضوا عليا كمان اشتغل جوه النادي الاهلي في اللجنه الفنيه. فبصراحه انا نفسي مع نفسي قلت ازاي انا قلت كده، انا نفسي قلت ازاي انا ما شفتش حاجه وحشه. هل ده التجاهل نادي الزمالك ليك؟ كل تقديره والاحترام لنادي الزمالك، ان هو حد يطلع من عنده وكان بيلعب في نادي الزمالك وان هو يحاول يرجع تاني، الموضوع بيبقى صعب جدا طبعا. يمكن يعني عكس النادي الاهلي، في بعض النماذج طلع كابتن زكريا ناصر راح لعب في الزمالك ورجع.